روسيا تختبر بنجاح صاروخها الجديد S-550 قاتل الأقمار الصناعية. وفقاً لتقرير إعلامي روسي رسمي، فإن روسيا أجرت بنجاح تجربة مدمر الأقمار الصناعية S-550، ودخل هذا السلاح المرعب الخدمة القتالية. يقال إن هذا السلاح السري قادر على ضرب المركبات الفضائية ومركبات إعادة دخول الصواريخ الباليستية والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات. يزعم أن التكنولوجيا المستخدمة بهذا السلاح أفضل بكثير من القدرات الغربية والصينية كنظام متنقل جديد تماماً ولا مثيل له للدفاع الصاروخي الاستراتيجي. تشير التقارير الروسية الأخيرة إلى أن S-550 هو نفس سلاح قاتل الأقمار الصناعية المعروف حتى الآن باسم نودول، وهو مشروع غامض في سرية تامة. وقالت صحيفة إزفستيا الموالية للكرملين إن البرنامج جزء من أحد أكثر برامج التسلح المحلية سرية على الإطلاق.